حقيقه يعني قدمنا مباراه جيده. بالنسبه للشوط الاول ما كناش كانش عندنا الفاعليه، ولكن انا كنت يعني من خلال يعني تتبعي المباراه من الفوق عرفت ان غننتصر، لان كنا افضل يعني في الثنائيات، كنا افضل يعني في الاستحواذ. استحوذنا الشوط الثاني يعني من جات الفرصه الاولى فونتي، الفرصه الثانيه يمكن الفرصه الثالثه تسجلات، سجلنا الثانيه يعني حتى الفرص اللي تسجلوا شي طريقه كيفاش كنسجلوها، طريقه يعني كتكون واحد خمسه سته لمسات عاد كنوصلوا لمرمى الخصم، يعني ما كنديروش العشوائي ولا كنلعبوا الكره الطويله. الحمد لله يعني حتى الاهداف جميله. انا يعني لو حباده لو تسجل الهدف الثالث ديال يونس رشيد، لان الكره جات من الخلف وكيفاش وصلت عند اللاعب المتالق الياس الزاهر اللي دار مباراه كبيره وعطاها الفونتي ديك المراوغه الجميله، ويونس يمكن ضيع بشاعه. كنت بغيت نتمنى تسجل ذاك الهدف لان كانت فرصه جيده وكانت الهجمه يعني هجمه بشكل جيد. على العموم الفريق دار اداء ونتيجه، يمكن اعطينا واحد الصوره جيده للناس اللي كتشوف حتى خارج المغرب، عطينا صوره جيده للمغرب. اول ما احتجيناش على الفار ولا الحكام كما كيديروا بعض اللاعبين حتى في النخبه، هضرنا مع اللاعبين قلنا محترموا الحكام راه في النخبه، احترموا الفار، عطيو واحد الصوره جيده للمغرب. راه الناس يقول لك هادو غير هوات ولاعبين في ملعب جيد ودايرين كره جميله وجمهور حتى هو يعني كان داكشي كلشي اليوم كان منظم، لا من حيث كره القدم لا من حيث التنظيم، يعني حتى من فريق نادي القطر اللي كان عنده روح رياضيه، لانهم فريقين عريقين كيلعبوا، يعني قدمنا واحد الطبق كروي يعني غادي يفتخر به المغرب. يمكن انا فاش كنت سوان 12 عام باش شفتو داك اللاعب في القسم الوطني والقسم الوطني الاول، ميمكنش لاعب كيلعبوا بديك الراحه كيفاش كيخرجوا الكره لا سوكيتي دو بالون باغ ديغيغ لا كونستركسيون البناء، داكشي كياخذ وقت. انا يمكن ما بغي خدا مني شويه الوقت رغم انني كما قلت لكم جيت لو 4 بدات لو شامبيون لو 25. انا من خلال المباريات وانا كان يعني كان في التدريب كنعمل جاهدا باش يطبقوا لي الافكار ديالي، غادي كيطبقوها. يمكن هاد المربعات المباريات كلهم الاخيرين وصلنا لواحد 65%، اليوم وصلنا 70%، ان شاء الله مازال نوصلوا 90% باش يكون دوك الافكار اللي كان رغم انها كتطلب مجهود، لان ما كتعرف انت الا بغيتي تدافع راه ساهل اي واحد يدافع، راه تجيب اي واحد يدير التكتيك الدفاعي لانه من اسهل الطرق التكتيكيه وكيعرفوها المدربين هو الطريقه الدفاعيه، لانك تبقى تخدم غير على الدفاع وتلعب كونتر اتاك. اما باش تخدم الدفاع وتهاجم وتبروغريسي وتخلق فرص ولي زوتوماتيزم كيبغي وقت، يعني تيبغي واحد الوقت باش انا يكون واحد الانسجام كيبغي وقت، والناس راه كيعرفوا الاخصائيين ان لا بغيتي تهاجم بديك الطريقه وتلعب بالبناء من الخلف خاصك وقت باش توصل داك. اما الطريقه الدفاعيه راه كتطلب غير وقت قليل باش تدافع، يعني كتلعب على الدفاع وتتعب على الكرات المرتدات والكرات السريعه. حنا لا، حنا كنحاولوا ما امكن دائما 70% حتى 80% الكره كتكون من الخلف وتمشيو وتبروغريسيو بكرات قصيره حتى كنوصلوا للتروازيام زون، تما كيكون داك الديزيكيليبر الفينير باش كنحاولوا نهنيو الهجمه. بالنسبه للشطر الاول انا راضي، علاش؟ لان كما كتعرف الاخ ان يمكن ثلاثه اسابيع غير كافيه، انا جيت لو 4 وداك الشيء علاش درت انا واحد المشروع شويه طويل، لان ما يمكنش قلت لهم في الاول فاش كنت مع الناس نعم البطوله كامله ولا غير احنا البطوله كامله. التقييم فهو تقييم جيد، لان هذا العام كاينين فرق يعني عريقه، فرق اللي عندها مرجعيه وفي هذا القسم، وما عرفتش انا علاش تعطلت. بحال دابا النادي المكناسي بقات 5 سنوات في هذا القسم، دابا النادي القنطري السنه الثانيه، الكوكب وصلت حتى هي علاش توصل هنا. يعني هاد الفرق اللي حقيقه عندهم جمهور عندهم ملاعب وعندهم مدن، ومسكين العكس كنشوف فرق صغرى اللي الان في القسم الوطني الاول حقيقه ما يعني صعيبه وصعيبه جدا تقبلها. بالنسبه لي هذا الموسم صعيب جدا، لان 16 فرقه فيها واحد 5 لاعبين على الصعود وجوج غيصعدوا. انا كنت حباد انا مثلا القسم الوطني الثاني علاش ما تكونش فيه 20، لان الناس كتلعب غير البطوله 30 ماتش غير كافيه. كنشوفوا تونس والجزائر ومصر عندهم 20 فريق قسم الوطني الثاني، ويكون واحد التشويق ويكون واحد التغيير في هذاك نظام البطوله باش يكون واحد التشويق. مثلا نكونوا 20 وينزلوا 4 ويطلعوا 4 من الناسيونال، الناسيونال هو يكون في 20. حنا عندنا الحمد لله المغرب كبير وفرق كثيره، على الاقل خصو يكون واحد التشويق، لان هذا العام كاين النادي القنيطري كاين الكوكب كاين النادي المكناسي كاين تيزني حتى اللي عندها فرقه في مستوى وثلاث سنين هما مجموعين كاين القلعه في الاخير جوج، يعني كاين منافسه شديده. وحتى المباريات اللي لاحظتوا الاخوه اللي كيتابعوا يمكن المباريات ديال القسم الوطني الاول هو تتسنى صعيبه على القسم الوطني الثاني. انا كنت لاحظت شي مباريات القسم الوطني الثاني يمكن المستوى ديال القسم الوطني الاول هو افضل بكثير، وانا غير الشوط الاول افضل بكثير من القسم الوطني الثاني.
هو حقيقه يعني كانت اختيارات، ولكن اختيارات الحمد لله صائبه. انا كتعرف ان جدو من اللاعبين الكبار اللي عنده تجربه هو هاشمي، كشيت هاشمي اللي سجل الهدف. تعرف هاشمي انه كان دار 5 مباريات كبيره، كان غيساعدنا ولكن تصاب بكسر، لذلك ما يلا رجع هذه الشهر صعيب ان شاء الله غيكون موجود في الاياب. اجدو كاين انا كندير داك البريسينغ بيرمانونط على حامل البالون، و 43 سنه انا هضرت مع اجدو راه صديق ديالي، قلت ليه انت راه مايمكنش تحمل واحد الضغط، انا كنبغي نضغط على حامل الكره، مايمكنش واحد 43 سنه كيدير لك داك الضغط، انا كنبغي ندخلو ديما في الدقه 60 اللي كنت محتاجو باش يدير لي تغيير، وهذا هي منهج تكتيكي، لان انا كنبغي اللاعب يكون خصو يكون قوي يعني بالكره وبلا كره، لان الان كره القدم الحديثه مايمكنش تلعب يمكن 9 ولا 8 بدنيا مزيان وجوج لا، خص كلشي يكون بدنيا، لان باش ترجع الكره خصك خص يكون اللياقه بدنيه عاليه، وانا كندير الضغط العالي يمكن ما كنتراجعش لورا، كنبغي نضغط ضغط عالي، وداك الضغط العالي خص يكون لاعبين عندهم لياقه بدنيه كبيره، داكشي علاش كنغير انا الخط الهجومي، لانه هو اللي كيبدا الضغط. لذلك فانا راضي على هذه الاختيارات ديالي. يمكن اللي قلت اللاعبين حاجه اللي قلت لهم، خفت خلت التلفازه تلفهم، قلت لهم انا بالتجربه ديالي، قلت لهم ودي التلفازه العكس راه فيترين لعبات وما راكم مزيانين، ما ديوهاش التلفازه. بعض المرات راه داك يكون ايجابي، غدير مباراه كبيره، علاش؟ لان كاين بعض اللاعبين كيتسناو ديك التلفازه، كاين عائلتهم، كاين لي ماناجير كيبغيو يقدموا، انا بغيت غير بسيشيكمون نوصلهم ان التلفازه ما تكونوش عائق، حيت بعض المرات اللاعب اول مره غيتنقل وكيشوف التلفازه والجمهور غيبغي يدير شي حوايج كثار من داكشي اللي يدير، وما غيقدر يدير والو. لذا انا كنمشيت هاد الكوتي بسيشيك، وقلت لهم اودي هضرت لهم مزيان على النقل التلفازي، هضرت لهم على لادفيرسير، وهضرت على القوه ديالنا، لان ديما كنهضر على القوه، قلت لهم ان فوا تكونوا لا كنتو مزيانين كنضرش انا شي فرقه تقدر تربحكم، لا في قسم الوطني الهوات ولا الثاني، لان تنعرفهم وتنعرف الكاليتي ديالهم. الحمد لله كاين لاعبين شبان ولاد الكوكب، يمكن اول فريق يلعب 70% 80% من التركيبه البشريه في المغرب، ما كاينش هادي، ما كايناش، تلقى جوج ولا ثلاثه. انا عندنا حتى في التركيبه كلها وفي التشكيله الاساسيه عندي لاعبين في مستوى كبوغيما كفونتي كرافع صغير رافع، كاينين لاعبين اللي عندهم 21 سنه 22، البريني اللي كان تصاب حتى هو، هاد اللاعبين لقيتهم عندهم الخام، هما داو بطوله المغرب الامل، الناس ما انفيستوش فيهم يعني خلاهم مشاو الفراقي، هادوك نورمالمون كون فرقه الكوكب حافظت عليهم، هادوك اللي داو البطوله فيهم لاعبين في المستوى الكبير، منهم الحسل حتى هو اللي التحق بالفريق، يمكن تنتظروا الريكريتمون واش غتكون ولا ما تكونش، واش يكون سموح لينا حنا الا لقيت لاعبين انا ولاد الفرقه وعندهم 21 افضل ليا من واحد خارج، علاش؟ لان ديك الكاليتي انا عندي مع ديك تطوير اللاعبين، راه على سبيل المثال اكردوم ستاتي لاعبين كتاب لا كانوا عندي جاو من الهوات وانا تفرجت فيهم وطورت المستوى ديالهم، لان المدرب اللي ما كيطورش مستوى اللاعب بالنسبه لي ماشي مدرب، علاش؟ لان المدرب خصو يطور ذاك المستوى ديال اللاعب، لابا عنده كاليتي الخام خصو يزيد، يعني عندي لاعبين ان شاء الله مع الوقت غادي يكونوا لاعبين كبار يقدروا الفريق يستافد منهم.